إيه، حكينا ان اليوم درسنا عن the past continuous tense، الزمن الماضي المستمر، ان له اسم ثاني has a second name. فينا شيء كلمه continuous حط بدلها progressive، the past progressive tense، الزمن الماضي المستمر. ان الاوبجكتيف، الهدف، هو ان نعرف كيف نحول الجمله الايجابيه الى نفي، الى نيجاتيف او الى question. هون بالاكتيفيتي 1 في هون جمل، انا حاط حوالي 7-8 جمل. الجمله الاولانيه I was riding a bike yesterday morning. شو معنى yesterday morning؟ صباح البارحة. صباح البارحة. I was riding. هون استخدمنا الفعل المساعد was. والفعل شو ضفنا له الفعل؟ ضفنا له ing. الفعل ضفنا له ing. الجملة الثانية he was riding a bike yesterday morning. اللي هي الفاعل subject اللي هي he. أخذت كمان الفعل auxiliary verb was. كمان ضفنا للفعل ing. كمان شيء she was riding a bike yesterday morning. كمان شيء هون عنا أخذت was زائد فعل زائد ing. الفعل ضفنا له ing. نفس الشيء بالنسبة ل it. It was riding a bike yesterday morning. يعني شو مستنتج؟ مستنتج إنه ال I وال he وال she وال it شو بياخذوا أي auxiliary verb؟ بياخذوا ال was زائد شو بلون أسود هون ال verb one. verb one زائد شو؟ زائد ing باللون الأحمر. تمام لحد الآن الـ I والـ he والـ she والـ it بياخذوا الـ auxiliary verb هو was، بعدين الـ verb 1 نضيف له ing، مو للـ verb 2 ولا للـ verb 3، إضافة الـ ing تكون حصراً to verb 1. الأمثلة الثانية you، عندنا you we they، الفاعل you، الفاعل we، الفاعل they، شو بياخذوا؟ بياخذوا where، you where، we where، they where. زائد فعل اللي هو نفسه ride، شو ضفنا له؟ ing. You were riding a bike yesterday morning. We were riding a bike yesterday morning. They were riding a bike yesterday morning. يعني شو نستنتج من هالقاعدة هاي؟ الأفيرماتيف، يعني الأفيرماتيف معناتها هي بوزيتيف نفس الشيء، الماضي مستمر. الأفيرماتيف يتشكل من subject فاعل، يعني I, he, she, it, you, we, they، أو ممكن حط بدل أسماء، مثلا هي أحمد، she، أميرة إلى آخره. subject plus was aware. was إن مع مين was؟ مع I was، he was، she was، it was. والwhere مع مين؟ you were، we were، they were. زائد verb one، حصرا verb one منضيف ing. إن ing ما في نضيفة إلا فقط لمين؟ الverb one، فقط الverb one. في سؤال لحد الآن؟ لا أستاذ كله واضح. تمام. بس شوف هون الفعل رايد، هون سؤال الفعل رايد، الفعل الأصلي له هون شوفوا تحت هون بس تحت الصورة هون تحت البسي ركبة بسكليتي في يعني verb one. شو آخر الفعل شو فيه؟ حرف شو؟ إي. إي. نحن القاعدة بتقول إنه إذا كان الفعل ينتهي بحرف إي، إذا كان الفعل ينتهي بحرف إي بنضيف له إي إن جي، لازم أول شيء we omit يعني نحذف الإي then add إي إن جي. برد بعيد. إذا كان الفعل، أنا فعل هون بالجملة الأولانية I was riding a bike، الفعل الأصلي للرايد هو هون تحت الصورة مكتوب أنا كاتبه verb 1 وآخره في حرف E. لذلك إذا بدنا نضيف ing to the verb إن first we must omit، أول شيء لازم نحذف حرف الإي then we add ing، بعدين نضيف ing. أي سؤال لحد الآن؟ هلأ النيجاتيف فورم، النيجاتيف فورم تذكروا بالماضي البسيط ان if we want to change the simple past into negative we use didn't plus verb zero. يعني بالماضي البسيط اذا بدنا نحول ال sentence لنيجاتيف لنفي بدنا نحط من عندنا didn't والفعل بدنا نحوله شو نرجعه للمصدر، لكن بالpast continuous tense بيختلف الوضع، بنحط wasn't يعني شفنا was حطينا بعد wasn't، شفنا وير حطينا بعدها weren't فقط هيك، يعني وين نشوف الواز حطينا بعدها أداة النفي هي not صارت I wasn't، صارت هوني he wasn't، she was not أو wasn't نفس الشيء بشكل مختصر it wasn't. الفعل اللي بعده رجعنا للمصدر ولا تم على حاله؟ تم على حاله. drinking الفعل ما مرجع على المصدر، منرجع الفعل إلى مصدر فقط when we use do does did. برد عيد هاي تبهو عليها كثير هاي.
انه بنرجع الفعل الى المصدر يعني للفيرب زيرو ايمت وبنستخدم دو وداز وديد ما تبقى بتكمل الفاعل على حاله. انه هون اي وازنت هي وازنت شي وازنت ات وازنت drinking tea. بالنسبه لوير ذا كيدز الاطفال ويرنت بلاينج فوتبول. ليش حاطين هون ويرنت؟ لانه ذا كيدز اللي هي جمع يعني ذي، بدل ما نقول ذي ان the kids weren't playing football, you weren't playing football, we weren't playing football. حط اول شيء هون السبجكت من اول جملة I subject, he subject, she it, the kids, you, we, هذول كلهم subject. بعدين أداة نفي wasn't أو weren't حسب الفاعل I, he, she, it, wasn't, will they, will you, will we, weren't. الفعل إنه بيبقى على حاله ما مغير فيه شيء أبدا. The kids weren't playing football. الأطفال لم يكونوا يلعبون كرة القدم. You weren't playing football. أنت لم تكن تلعب كرة القدم. We weren't playing football. نحن لم نكن نلعب كرة القدم. يعني شو نستنتج من هالشيء هذا؟ Negative form يعني الشكل النفي. Subject. إنه شو يعني subject؟ يعني I, he, she, it, the kids, you, we. Plus wasn't. Wasn't مع مين؟ مع I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. أو weren't, they weren't. أو the kids weren't, you weren't, we weren't. Plus verb one, verb one ها. انتبهوا verb one منضفه ing. Verb one منضفه ing. هون تحت الصورة أنا حاطط تصريف الفعل drink. Drank. Played. الفعل الأولاني drink. هو الريجولر اكيد بتعرفه ريجولر، والفعل الثاني بلاي هو ريجولر. ريجولر يعني نظامي. شو يعني نظامي؟ يعني نضيف اي دي للثاني للفعل الثاني ونضيف اي دي للفعل الثالث. بينما الدرينك هون درانك ما ضفنا اي دي، والفعل الثالث درانك كمان ما ضفنا اي دي، معناته الريجولر يعني فعل شاذ. الفعل النظامي هو الفعل اللي بنضيف له اي دي لحتى نحول الفيرب تو. في سؤال احد الان؟ في سؤال؟ لا استاذ تمام كله واضح. طيب. لا استاذ مفهوم. طيب الفقرة اللي بعدها. الفقرة اللي بعدها question form. السؤال كيف نحول الجملة إلى سؤال؟ فقط بنحط was يعني أول جملة، was أو where بأول جملة بنحطها وما نغير في شيء خالص. Was I drinking tea? Was Ali drinking tea? Was Sarah drinking tea? Was the cat drinking tea or drinking milk? طبعا اذا قلنا was I drinking tea عنا هون سؤال، فعنا احتمالين، يا بنقول yes I was، يا اما no I wasn't. Yes I was يعني نعم انا كنت اشرب. No I wasn't، كلا لم اكن اشرب. Was Ali drinking tea? Yes he was. منين جبنا الهي؟ لان هون عنا علي اسم مذكر. بالأسئلة المختصرة القصيرة اللي فيها يس أو ما بصير نحط اسم، بنحط ضمير. يعني زي علي بنحط هي. بالمثال اللي بعده سارة عنا هون شو حطينا؟ شي. يس شي واز، نعم هي كانت تشرب. نو شي وزنت، كلا هي لم تكن تشرب. خطأ إذا حطينا هون بدل شي إذا حطينا الاسم. لازم نستخدم ضمير إذا مذكر هي، وإذا مؤنث شي. إذا غير عاقل مثل كلمة ذكات، the cat غير عاقل، شو بدنا نحط؟ it. was the cat drinking tea? yes it was، نعم it يعني أظن the cat. was يعني نعم كانت تشرب، يعني كان عم أقول yes it was drinking. أو no it wasn't، لا لم تكن تشرب. هاي بالنسبة للwas. I was، I was، he was، she was، it. بالنسبة للwhere كمان بس فقط نحط الwhere بأول الجملة بصير عنا where the kids playing football. Yes, they were. ممكن تسألون تقولوا منين جبنا they لأنه عنا the kids جمع. The kids جمع، ما بصير نحط اسم هوني، بدي أحط بداله ضمير. اسم إذا كان جمع غائب، إذا كان جمع غائب لازم نحط بداله they. Yes, they were. نعم كانوا يلعبون. Were you playing football? No, I wasn't. هون تغيرت. ليش؟ لأنه هو عم يسألك إلك، عم لك where you، هل أنت كنت تلعب كرة قدم؟ شو تقولون؟ يا تقولون يا أما نعم كنت ألعب، يا أما كلا لم أكن ألعب. فهون أنت عم تجاوب عن نفسك، عم تقول I.
فالاي بتاخذ وزن واز او وزنت. ما بصير اقول والله نو يو نو يو نو يو ويرينج، لانه هو عم يسالك الك. رح ارد عيد هون وير يو بلاينج فوتبول، شخص عم يسالك الك هل كنت تلعب كره القدم. هلا باللون الاحمر انت بدك تجاوب تقول له نو اي، انت عم تجاوب اي. فهون غير معنى الفاعل صار اي، الاي تاخذ واز او وزن. نو اي وزنت او يس اي واز. وير وي بلاينج باسكتبول، هل كنا نلعب كره القدم؟ يس وي وير او نو وي ويرنت. يعني اللي نفهمه من الحكي هذا بالنيجاتيف فورم، يعني بشكل عفوا هون انا مخربط، بدل نيجاتيف لازم نكتب هون كلمه كويشن، لازم نكتب كويشن، كويشن فورم، question form، subject، subject يعني فاعل. ان كمان هون انا معناته انا مخربط كمان هون، no problem، لازم نكون هون نمسح هاي كلها. هاي was او where، وبعدين نقلنا plus زائد شو؟ subject زائد verb one، subject 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 plus شو؟ زائد verb one. verb one شو منضيف له؟ ing. منضيف له ing. تمام؟ هاي صار هيك معنا جاهز question form was أو where زائد أو plus subject plus verb one منضيف له ing. إن ال was مع I وهي وشي وit، وال where مع ال we وال they وال you. هاي بالنسبة لل شو الأشكال الثلاثة، الـ question ولا الـ negative ولا الـ positive. بنشوف الأفعال هون، في أفعال أنا كاتبها تحت تصريف الأفعال، أنت لازم تكون حافظانين هون. هلأ هون عندنا سؤال، سؤال بدنا نحول الفعل إلى نفي، إلى negative يعني إلى positive، إلى question. بس قبل ما نحول الأفعال الجمل، شو راح نشوف الأفعال، يعني verb 1 وفي verb 2 وفي verb 3. verb 1 see، الفيرب الماضي من الناس هو الفيرب 3 seen. عندنا الفعل سيارة طبعا، الفعل shine shone shone أو shine shine shine. يعني الفعل shine يعني تشرق، shine يسطع أو تشرق الشمس مثلا. له شكلين، ممكن يكون نظام ممكن يكون شاب. هون shine shone shone أو shine shined shined، يعني ممكن نستخدمه كفعل نظام ممكن نستخدمه كفعل غير نظام. هلا هون يعملوا لنا، انتم بتحاولوا تحلوا معي هلا، change the following sentences، يعني حول الجمله التاليه الى شو؟ اذا حاط بين قوسين الاشاره ناقص معناتها نفي. يعني الجمله هي the sun was shining بدنا نحولها لشو؟ لنفي. it wasn't snowing بدنا نحولها لشو؟ ل question. were they doing their homework بدنا نحولها لشو؟ ل positive، يعني جمله ايجابيه. هلا اول جمله the first sentence the sun was shining بدنا نحولها لنفي. مين بدي احول اياها لنفي؟ كيف نحولها لنفي؟ شوف عندنا هون the sun was shining، في فعل مساعد عندنا هون ولا ما في فعل مساعد؟ في فعل مساعد، في auxiliary verb اللي هو شو؟ was. هل انتم عم تسمعوني ولا ما عم تسمعوني؟ طبعا انك استاذ لازم تعرفوا the sun was shining بدنا نحولها لشرط ناقص، يعني نيجاتيف قصدي انا. the sun was shining، الشمس was كانت shining مشرقه، بدنا نحولها بنقول الشمس لم تكن مشرقه، بدنا نحولها الى نفي. شو بنساوي استاذ؟ بتصير wasn't. اكيد فقط بنحط بعد الواز wasn't بس هيك، يعني بمعنى اخر اذا كان زمن ماضي مستمر متى ما شفت كلمة was حط بعدنا بعد أداة النفي ناقص بصير wasn't. the sun wasn't shining فقط بس هي. وإذا في where بصير weren't. الجملة positive يعني مستمر نحول إلى النفي، بس نحط ناقص بعد was أو where. إذا في was بحط wasn't، إذا في where بصير weren't فقط، ما بغير هيك شيء خالص أبدا. question number two it wasn't snowing، شو معك it wasn't snowing؟ لم تكن مشرقة؟ لا shining مشرقة. إنها لم تكن تثلج. أنا حاط هون جملة حاطة بالنيجاتيف بالنفي. it wasn't snowing إنها لم تكن تثلج. بدنا نحول لسؤال بنقول هل كانت تثلج؟
أستاذ بتصير was it snowing wing صارت معنا إن شو صار الحل صار أستاذ بنحط لا ما في عندنا هون was ما في عندنا هون في عندنا إيمت بنحط فقط مع الزمن الماضي البسيط فقط بينما بالجملة هون في عندنا was يعني في عندنا فعل مساعد في عندنا auxiliary verb في عندنا auxiliary verb اللي هو وظنت لكن احنا بدنا اياه بسؤال فبنحطها بصير was بعدين subject it بعدين الفعل بيتم على حاله snowing الزمن الماضي مستمر انه يكون الفعل بيتم على حاله فقط الفعل بيتم على حاله يعني ما بنغيره ابدا لا برجع على المصدر ولا بنشيل منه شيء ولا بنضيف له شيء ابدا اللي بده يغير معنا بس يا was يا wasn't فقط هيك بس ان it was snowing number 2 عم يحكي لي it wasn't snowing انها لم تكن تثلج بدي اسال سؤال هل كانت تثلج فبدي احط هون was باول جمله ليش was مو وير لانه الفاعل مين it اللي انت بتاخذ was السؤال الثالث where they doing their homework مين بترجم لي اياها الجمله هاي where they doing their homework استاذ هل هم تفضل هل هم كتبوا وظائفهم هل كانوا يكتبون وظائفهم شوف هلا اذا باول جمله اجى was او where او is او are او do او does او did كلهم معناته نفس المعنى هل اذا الفعل مساعد او auxiliary verb اجى باول جمله وكان سؤال فكلهم يكون معناته هل ف where هل was هل did هل where they هل هم where they doing هل هم كانوا يكتبون their homework هل كانوا يكتبون وظائفهم هذا سؤال بدنا نحوله لجمله positive ايجابيه الجملة الإيجابية كيف من شو بتتألف subject بعدين was or where بعدين verb مضيف له ing من دي حلها هاي إذا أنا بحلها تفضلي نعم أستاذ they نعم they were doing أيوة their homework they were doing their homework يعني هم كانوا يعملون their homework وظائفهم they subject where auxiliary verb ليش where لأنه عندنا هون they هون ليش was لأنه عندنا it مع it was they were doing their homework المثال بعده هلا شوفوا كمان هون بالنسبه للفعل شوفوا هون جمله نمبر 1 رقم 1 shining الفعل الاصلي إلها شو هون بلون اصفر تحت مكتوب shine شوفي باخره حرف e فوقت ما بدنا نضيف اي ان جي نحن شو بدنا نسوي انه بدنا نحذف حرف الاي بعدين نضيف اي ان جي هلا حتى نفهم اكثر بدنا نقارن بين الماضي البسيط والماضي المستمر يعني هون جملتين تشين ذا فولوينج انتو نيجاتيف هي جملتين واحده منهم اسم الباست واحده منهم باست كونتينوس اول جمله اي سو ماي فريند 2 اورز ايجو هاي اسم الباست ولا باست كونتينوس سمبل باست كيف عرفنا اول شيء عرفنا من خلال الفعل سو هاي ليك سو هم بلون اصفر فيرب 2 وفي عندنا كمان نفس الوقت ايجو اذا اجت باخر جمله معناتها زمان ماضي بسيط هلا بدنا نحولها لنيجاتيف لنفي ذكروني مين بذكرنا كيف تحول الماضي بسيط الى نفي استاذ نضع didn't بعد الفعل فشو بصير ونحول الفعل الى شو؟ لا بصير نحول الفعل الى التصريف الاول فتصبح الجمله بتصبح الجمله I didn't see my friend two hours ago صحيح كلامك صحيح I didn't see my friend two hours ago هلا منين جبنا didn't لانه ماضي بسيط استاذ لان ماضي بسيط السي منين جبت السي لأن بدنا نفي بدنا نحول للتصريف الأول. المصدر شوف هون باللون الأصفر الـ verb 2 هون عندنا so ماضي بسيط. الـ verb 1 هو هون see فنحن ما شفنا didn't الفعل اللي بده يجي بعدها شو بده يكون؟ بده يكون verb 0 مصدر يعني ما فيه s ما فيه ies ما فيه ing ما فيه شيء أبداً. الجملة الثانية the doctor was seeing the patient مين بترجم لها الجملة هاي؟ The doctor was seeing the patient. The patient مع هلا patient إلى معنيين has two meanings. صبور أو مريض. Patient تجي بمعنى صبور. أستاذ الطبيب كان يرى المريض.
هون يرى مو جاي بمعنى يرى انه نظر يعني شايفه هون يعني خلينا نقول كان عم يعالج المريض. ايوه كان يعالج المريض. هون مو جاي بمعنى يعني يرى الشخص هيك يرى عادي يحس البصر، لا هون جاي بمعنى انه كان يعالج المريض. هل جملة بين حولها الى شو اي زمن هاي اول شيء اي زمن ماضي مستمر. Past continuous was. كيف عرفنا من was going؟ إذا شفنا was عفوا was seeing أو were seeing مع was أو were زائد فعلية تبقى إنجي مع ماضي مستمر. هلا بدنا نحول هالجملة هاي إلى نفي. بدنا نحول إلى نفي. كيف نحول الماضي المستمر إلى نفي؟ was بصير شو؟ wasn't. والwere شو بصير؟ weren't. الفعل مرجع على المصدر ولا منخليه على حاله؟ خليه على حاله استاذ. خليه على حاله. فبصير ذا دكتور wasn't seeing the patient. شوف الفعل seeing تم على حاله. ليش؟ لأنه ما في لا دو ولا ضز ولا ديد. يعني منحول الفعل إلى المصدر مرجع إلى مصدر فقط عندما نستخدم دو أو ضز أو ديد. هنا أنا كاتب الملاحظ باللون الأخضر إنه في زمن ماضي بسيط نعيد الفعل إلى المصدر بعد الفعل المساعد. شو يعني فعل مساعد؟ يعني قصده هو ديد. did هو أو didn't هذول اثنيناتهم فعل مساعد. في الزمن الماضي المستمر يبقى الفعل الرئيسي على حاله. يتم الفعل الرئيسي على حاله. لحد الآن في سؤال؟ لا.